السلام عليكم. اليوم راح نشرح البوستير كومبارتمنت اوف ذا ثاي، السوفت تيشو مال البوستير كومبارتمنت اوف ذا ثاي، وراح نشرح البوبليتيال ريجن. اوكي، بالبوستير كومبارتمنت اوف ذا ثاي راح ناخذ المسلز والنيرفز والارتريز اللي راح نشوف. اول شيء راح نبلش بالمسلز. راح شو نشوف بالبوستير كومبارتمنت اوف ذا ثاي؟ راح نشوف 3 مسلز اند بارت اوف ذا فورث مسلز. هذا كلها نعتبرها من البوستير كومبارتمنت اوف ذا ثاي، واللي هي اسمها الثاني هامسترينج مسل. هامسترينج مسلز، اول عضله راح نشوفها هي هاي العضله. هذه هي العضله فقط، هذا الجزء، هذا هو الجزء، نصيح له سيمي تندنوسس. سيمي تندنوسس، سيمي شبه او نصف تندن. هذه تكون عضله بنهايتها راح تكون سمول، تصير مثل التندن، فسموها سيمي تندنوسس. هذا الجزء فقط سيمي تندنوسس مسل. اوكي، العضله اللي جواها تكون لارج، هذا اللي جواها شو اسمها؟ اسمها سيمي ممبرانوسس. سيمي ممبرانوسس، هن ذن الاثنين نقدر نشيلهن. هذه اللي فوق صارت سيمي تندنوسس، هذه اللي جوا سيمي ممبرانوسس. اوكي، سيمي ممبرانوسس. العضله الثالثه راح نشوفها بالبوستير كومبارتمنت اللي هي بايسبس فيموريس. بايسبس فيموريس، من اسمها بايسبس فيموريس، فهاف تو هيد اوف اوريجين. تو هيد اوف اوريجين، وفيمورس لانه موجوده بالثاب. هاي هي تو هيد، هسه راح نشرحها. هي هاي البايسبس فيمورس، هذا هو اللونج هيد اوف بايسبس فيمورس. شو نعرف عن بايسبس؟ طبعا رايحه لاترالي، هاي اللونج هيد اوف بايسبس فيمورس. لما راح نشوف نشيل اللونج هيد، لما راح نشيل اللونج هيد راح نلقى هذا هو الشورت هيد اوف بايسبس فيمورس. هذا الشورت هيد اوف بايسبس فيمورس، متحداته رايحه للسايت اوف انسيرشن. هذا اللونج هيد، هذا هو الشورت هيد، واضحه؟ تمام. وبعد اخر جزء اللي قلنا عليه، هذا هو الجزء هذا من هاي العضله اللي هي الدكتور ماجنس. مرات يعتبروا هذا هامسترينج بارت اوف الدكتور ماجنس، في بعض الاحيان يصنفوه ويا البوستير كومبارتمنت بعض الكتب. اوكي، خلينا نحكي عن نيرف سبلاي مال ذني. كل العضلات مال بوستير كومبارتمنت تتغذى عن طريق التيبيال نير. تيبيال نير هسه راح نفصل شويه بعض، ما عدا الشورت هيد اوف بايسبس فيمورس. هذا الشورت هيد ياخذ من كومن فيبيولار نير لان هو صاير لاترالي، يعني حتى اللونج هيد اوف بايسبس فيمورس تاخذ من التيبيال نير، فقط الشورت هيد اوف بايسبس فيمورس ياخذ من كومن فيبيولار نير. اوكي، شنو النيرفز راح نشوفها بالبوستير كومبارتمنت؟ راح نشوف نفسه هذا السايتك نيرف اللي شفناه بالبلوتير ريجين، راح ينزيز بوستير كومبارتمنت، راح يمشي فوق الادكتر ماجناس، راح يوصل هاي المنطقه، راح يصير بي ديفيجن، راح ينقسم الى تو برانش، راح ينقسم الى تيبيال نير وكومون فيبيلر نير. تيبيال نير راح تنزل بوبليتيال ريجين وتروح للليج، الكومون فيبيلر نير راح تنزل تروح لاترالي بالني جوينت يعني بالني ريجين، وراح تنزل لجوا هم تروح للليج. اوكي، وبعدين راح ناخذ تفاصيله بالليج. تمام، الارتيريال سبلاين، هذا الكومبارتمنت تجي من البرفوريتنج برانش فروم ذا بروفاندا فيمورس ارتري. برفوريتنج برانش بروفاندا فيمورس ارتري اللي هو اساسا برانش من الفيمورال ارتري، هذا هو الفيمورال ارتري، يعطي برانش اسمه بروفاندا فيمورس ارتري، راح يعطي برفوريتنج برانش. هذا البرفوريتنج برانش برفوريتنج ذا الدكتور ماجنس مصر، هاي الدكتور ماجنس. شلون نشوف ان هذا بيرفورتنج؟ واحد اثنين ثلاثه، ان المفروض اربعه بيرفورتنج، هنا الظاهر بالنموذج خلين بس ثلاثه. اوكي، بيرفور هذا لا اشرنا عليه، يقول بيرفورتنج برانش اوف بروفاندا فيمورس ارتري. اوكي، بعدها راح ننتقل الى منطقه البوبليتيال فوسه. البوبليتيال فوسه فنحتاج نرجع ذن العضلات على مود نشوف الباوندريز اوف بوبليتيال فوس. هذه هي البوبليتيال فوسه، هذه هي البوبليتيال فوسه، هي تكون بوسيرة تو ذا ني جوينت وتكون دايموند ان شيب. ما دام دايموند ان شيب فلازم بها فور باوندريز. عندنا السوبيرير وانفيرير تو باوندريز، السوبيرير ميديال واللاترال، والانفيرير ميديال واللاترال. شلون نعرف احنا ميديال واللاترال؟ دائما لا ننتبه بالنموذج نروح للبيكتو. البيكتو هو
ميديال. اوكي فالسوبيرال ميديال هن ذن العضلتين اللي هو سيمي تندنوسس سيمي ممبرانوسس، بينما السوبيرير لاترال شنو نلقى؟ فقط البايسبس فيمورس. اوكي الباونتريز بالنسبه للانفيرير ميديال اللي هاي العضله، هذه شنو؟ هاي عضله اسمها جاسترونيموس، هاي العضله جاستر بها تو هيد، فهو الميديال هيد اوف جاسترونيموس، بينما اللاترال باونتريز هو لاترال هيد اوف جاسترونيموس. وهذه العضله الصغيره شوفوا هذا فقط هذا الجزء الصغير، هذه العضله جايه هنا ويا اللاترال هيد اوف ذا جاسترونيموس طابه وتتحول الى سمول تندون ونازله جوا، بعدين اشرحها بالليل، اسمها بوبليتياس مصر. بوبليتياس مصر هم تسوي اللاترال انفيريور لاترال باوندريز اوف ذا بوبليتيال فوس. الروف اوف بوبليتيال فوس مكون من سكين اند فيش. الفلور منين راح يتكون الفلور؟ خلينا نشيله ذني العضلات على ما نشوف. الفلور راح يتكون من هذا البونز اللي نشوفه اللي هو فيمر، هذا الجزء نصيح له بوبليتيال سيرفيس اوف ذا فيمر، بوبليتيال سيرفيس اوف ذا فيمر، بالاضافه للجو هاي العضله اسمها بوبليتياس، بوبليتياس هي راح تسوي الروف. اوكي الفلور سوري الفلور هذا الفلور بوبليتياس سيرفيس اوف ذا فيمر، هاي بوبليتياس مصر. اوكي شنو اللي نشوف الكونتنت بالبوبليتيال فوس اللي راح نشوفه بالميكان فقط راح نشرحه. راح نشوف هذا الارتري شو نسميه؟ نسميه بوبليتيال ارتري. بوبليتيال ارتري هذا البوبليتيال ارتري منين جاي؟ فيمورال ارتري من هنا يجي، بس يعبر الادكتر هايتس اللي هي فتحه بالادكتر ماجنس نسميه بوبليتيال ارتري. راح ينزل هنا بالبوبليتيال فوس راح يعطي فور جينيكولار برانش، فور جينيكولار فايف جينيكولار برانش سوري فايف جينيكولار برانش. لان شنو اسمائهن؟ اسمائهن سوبيرير ميديال جينيكولار برانش، سوبيرير لاترال جينيكولار برانش، انفيرير ميديال جينيكولار برانش، انفيرير لاترال جينيكولار برانش، ولازم اكو جينيكولار برانش خامس اللي هو ميديال جينيكولار برانش ما موجود هنا بهالنموذج، عندنا بس اربع. نذني نفس نقدر نشوفهن، هذا السوبيرير لاترال، هذا الانفيرير لاترال، هذا السوبيرير ميديال، هذا انفيرير ميديال جينيكولار برانشز. اوكي؟ هاي البوبليتال ارتر راح ينزل ويا اللور ايج اوف بوبليتاس مسل راح يتحول الى كومن تيبيال ارتر، وبعدين راح ينقسم الى انتيو بوستيو تيبيال ارتر، بعدين راح نعرف تفاصيله. اوكي بعدها شو نريد نعرف؟ نريد نعرف هذا الفين شو اسمه، هذا الفين بوبليتال فين، والبوبليتال فين نفسه جاي من الكونتريبيوشن، يعني احنا راح نمشي بالعكس لان نمشي بالدايركشن بلوك، نفس الكونتريبيوشن راح يتكون باللور بوردر بوبليتاس مسل راح يتكون بوبليتال فين، راح يجي برانش اللي هو اسمه لسر سافينوس فين، لسر سافينوس فين، وما راح نشرح لانه ما عندنا نموذج كذا. اوكي لسر سافينوس فين راح يجي هنا يصير كونتريبيوشن. النيرف هذا اللي راح نشوفه تو نيرف بالبوبليتال فوس، هذا التيبيال نيرف راح ينزل منه، وهذا كومون فيبيولا نيرف. هذا الازهار راح نشوفه بالبوليتيال فوس.